جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هل إذا شخص حج عن ميت هل تقبل تلكم الحج أو لا؟ تقبل إن شاء الله إذا توفرت شروطها وأديت على الوجه المشروع، فإنها تنفع هذا الميت. ورود الأدلة بأنه حج عن الأموات، وحج عن الأموات فرائض ونوافل، وحج عنهم فريضة إذا ماتوا ولم يحجوا، أو حج عنهم نوافل إذا كانوا حجوا عن حج الفريضة قبل موتهم، فذلك ينفعهم ويصل إليه. نعم.